السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نحن واياكم كل اسبوع نخرج اليكم بحلقه خاصه ومميزه عن الخدمات المقدمه تحديدا خلال هذه الحلقات في بغداد. هذه الحلقات استكملت مع تعاون مع امانه بغداد. اليوم حلقتنا راح تكون حلقة في بلدية الغدير. هذه البلدية اللي بيها مناطق كثيرة ومسؤوليات كبيرة وأيضا عدد سكان كبير، لذا حبينا نوجه أو نسلط ضوء حلقتنا لهذا اليوم حول هذه البلدية. ضيف حلقتنا الأستاذ رئيس مهندسين أقدم، الأستاذ عبد الأمير فرج ماضي، معاون مدير بلدية الغدير. نرحب بك أجمل ترحيب أستاذ. أهلا وسهلا. الله يحفظك أستاذ عبد الأمير. أستاذ عبد الأمير، في بعد الترحيب طبعا، ما هي المناطق المشمولة في بلدية الغدير؟ نعم، أولا شكرا جزيلا على الاستضافة، ونشجع برنامج خدمتكم وإحنا معكم في اتصالاتكم في ملاحظاتكم. الله يحفظك. راح نعطيك نبذة مختصرة عن العمل البلدي على مود الأسئلة تكون شوية أدق. الدوائر البلدية هي دائرة من ضمن المديريات العامة في أمانة بغداد، اللي عملها يقتصر على الصيانة والإدامة وبعض الأمور الأخرى. أما الأمور المركزية، المشاريع المركزية تقوم بها الدوائر المركزية مثل دائرة المشاريع ودائرة الوحدات الإنتاجية ودائرة ماء بغداد ودائرة المتنزهات. دائرة البلدية تشمل 9 أقسام خدمية، اللي هي قسم النظافة، قسم الزراعة، قسم المي، قسم المجاري، نعم، إضافة إلى الأقسام الساندة اللي هي أقسام الإدارية والمالية وقسم التخطيط، أقسام الإجازات. كلها جهودها تتكافل بتقديم خدمة للمواطن. هاي هيكلية البلدية. نعم. بالنسبة لأهم جزء وبتركيز عليها من المسؤولين معالية من بغداد هو النظافة. النظافة الموضوع أبدا مو سهل. الناس تتصور أنه الموضوع سهل. موضوع النظافة موضوع معقد ومو سهل، لأنه أنت تجمع نفايات بشكل يومي، تحافظ على المناطق بدون تراكم نفايات، تنقلها إلى محطة تحويلية، المحطة التحويلية تنقلها إلى الطمر النهائي بشكل مستمر، تصل إلى يعني آلاف الأطنان، آلاف الأطنان شهريا. هذا الموضوع يحتاج عدد عمال كبير، يحتاج إلى مشرفين كبيرة، يحتاج إلى آليات، يحتاج إلى موارد تتناسب مع هذا العمل. يعني سألتم، نعم، يعني يوميا بالمناطق السكنية، نعم، ما توجد نفايات؟ يعني الحد العصر نقول ما خلاص المنطقة تنظفت من النفايات؟ لا، مو حد العصر، عندنا دوام صباحي، دوام مسائي، ليلي، أحيانا حتى ننزل جهود فجري. إفراز المواطن للنفايات ما ينقطع، بشكل مستمر. بشكل مستمر طبيعي. تنضاف لها المحلات التجارية، المطاعم. أكو كثير من المحلات التجارية تضرر الشارع بكميات مبالغ بها، خاصة المطاعم اللي ما يستخدم حاوية ويتعاون ويا الأمانة، يدب الجزرات الوسطية، المناطق العشوائية اللي ما تقدر الكابسة تفوت لها، تضطر تدب بنقاط معينة. احنا هاي النقاط المعينة ما نقدر نشيلها بكابسة، نشيلها نضطر شافله قلاب. وهاي الآن وصل هاي النتيجة. نعم. وصلتني صور عن، نعم، عن البلدية، النفايات متكدسة على شكل تلول. نعم. وتجي الشفل، يعني هذا حتى حضاريا غير صحيح. نعم، عندنا احنا توجيهات مستمرة من الجهات العليا انه ازالة هذه الحالة، لكن هذه الحالة تصير كالآتي. عندك منطقة عشوائية الكابسة ما تقدر تفوت لها نتيجة ضيق الشارع، صار على شكل دربونة، الكابسة ما تقدر تفوت، يضطر المواطن، هو طبعا مو رسمي، مواطن مو رسمي، ياخذها وين يذبها؟ يذبها في منطقة معينة. هاي المنطقة المعينة تصير على شكل تل، تنظف بشكل يومي واحيانا مرتين باليوم. بس والله ودعتك.
نعم جابوا لي لقطة نعم. وصورة نعم. في منطقة سكنية نعم مو عشوائية نعم أصولية نعم شفل يشيل بالنفايات المنطقة السكنية تحكي عليها لازم بيها تداخل مع منطقة عشوائية أي منطقة طب لها كابسة ما تصير بيها تل يعني هاي الكابسة يوميا بشكل يومي بالإضافة إلى أكو ظاهرة الستوتات والعرباين طبعا. الناس اللي تجي من المناطق الفقيرة يطب يدق على البيبان يعرض خدماته يقول له تعال نظف لي فيشيل النفاية بالإضافة يكنسنا الطرمة يكنسنا الحديقة يأخذها بالستوتة وين يذبها ما يذبها أماكن فارغة بالضبط يكدسها إحنا هذه الحالة استعانينا بالجهات الأمنية الجهات الأمنية ما سيطرنا عليها لأنه الستوتة لا بها رقم صح. ولا تقدر يعني تتخذ إجراء قانوني وكذلك العربات اللي تجرها الحيوانات نفس الموضوع هذا الموضوع هو اللي يسبب التكدس جيد عندكم يعني. الآليات الكافية سعنا خب ذب بخانتكم هذه المسببات ونرمى عليكم سهام الحديث ونقول لكم يابا انتم قصرتوا في هذا المجال نعم. لكن احنا هم نريد نشوف وجهة نظركم نعم. انتم كجهة بلدية نعم. يعني عندكم هالإمكانية لنقل هذه الآلاف الأطنان نعم احنا جاي ننقل والدليل ماكو اكداس نفايات تتراكم بشكل يومي وزيد كل الاكداس انت لو اكو جهات رقابية كثيرة يعني تراقبنا مو احنا نعمل وحدنا نفرغها بشكل يومي يعني اذا اقول لك ارقام مرعبه يعني بالنسبه لنقل النفايات يوميا تقريبا يعني يعني شهريا 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 ما يقارب 6000 الى 7000 6000 طن نعم فقط بلديه الغدير طبعا مرات اكثر اي فهذه الحاله بشكل يومي الياتنا حقيقه هي كافيه الياتنا لكن عدم تعاون المواطن يعني المواطن حقيقه يذب بشكل عشوائي لو يذب بشكل منتظم الموضوع يصير كل سهل على الدارة البلدية يعني شوارع رئيسية كل دول العالم ما تنظف شوارع رئيسية احنا عندنا جهد كبير بشوارع رئيسية لانه واجهة البلد واجهة المنطقة شوارع رئيسية نضطر نجيب عدد عمال اكثر واكبر يكنس الشوارع الرئيسية يلقط النفايات اللي يذبوها من السيارات ويذبوها المواطنين بشكل يعني كبير يعني لو انت لو تنزل للشارع وتشتغل مراقب فد كم يوم تنصدم وتتفاجئ يعني شوارع رئيسية يطبقن سيارات فد 200 أو 300 سيارة تطبق على الشارع العام ثاني يوم الصبح نلقى كل سيارة كل مكان سيارة فد كوم مال حب بالإضافة إلى شياسة مال نستلة كوم هذا مو سهل إلى عامل يومي راتبة قليلة جدا يعني يمكن تدرون العامل اللي راتبة 10,000 دينار باليوم هسه من صاروا ملاك صار أقل لانه صار ملاك احنا عندنا 860 عقد صاروا ملاك جيد ممتاز هذا رقم مهم طبعا 860 او اكثر 866 صاروا ملاك هذا الملاك راتبه 189 170 200 طبعا لانه هو ما عنده شهاده اي صح وملاك فراتبه قليل هذا الراتب يعني الصور يطلع يكنس بشارع يعني هو مخصصين له كل عامل كيلومتر او نص كيلومتر العفو زين مو سهل ابدا بينما لو المواطن خالها بكيس وذابها بمكان مخصص تجي الكابسه تشيل الحاويه وينتهي الموضوع عندكم فرق ميدانيه للتوعيه عندنا نعم. اعلانات في الشوارع نعم. هذا مهم يعني نعم احنا عندنا شعبه الاعلام والوعي البلدي مستمره تقديم النصائح للمواطن لكن الموضوع يراد له تدخل الاعلام المركزي يعني الفضائيات الناشطين الناس المعروفين يطلع يحكي يا بقى مواطن انت لذي بالشارع فراز النفايات بالشارع صعب جدا انت من 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 تاخذ نفايات من منطقه واحده مو مثل انت تمشي على شارع كامل على طوله تمام تلقط نعم جيد يعني المناطق اللي قلنا زيونه نعم مشموله بالغدير احنا عندنا 32 محله من عدا اكو محل 768 عندنا نصها اللي هي منطقه قريبه نهايه العبيدي نهايه العبيدي عبيدي على الشهداء يعني نهايه العبيدي على البزل اللي هو شطيط القديم يعني قناه الشرطه قناه الشرطه هاي نصها عندنا ونصها على قسم المعامل البلدي زين احنا مساحتنا 39 كيلومتر مربع عدد السكان يعني اذا اقول لك نسبه الى المساحه تتفاجئ
يعني 860 ألف نسمة، يعني فرقم مرعب بالنسبة ل 39 كيلومتر مربع. صح. فالإفراز، الإفراز خو مع المساحة، خو الإفراز، خو الإفراز على البشر. تمام. عندنا منطقة الغدير محلها 702 704 706، عندنا زيونة بكل محلاتها 710 712 و14، اكو 720 716 718، هذا جانب غرب القناة، شرق القناة البلديات، العبيدي، الشماعية، الاستكشافات النفطية، هاي كلها مناطق تابعة لبلدية الغدير. جميل. نعم. يعني اكيد يعني دار حديث هذه الايام حول قرار رئاسة الوزراء. نعم نعم. الاستاذ محمد الشيعي السوداني بتحويل جنس الاراضي الزراعيه الى سكنيه، واتوقع يعني كثير من المناطق هي زراعيه خاصه في بلديه الغدير. نعم. اكو عندكم هاي المناطق تحولت، قدموا طلبات، شنو وضعها؟ نعم. هو مو تحويل جنس، هو تمليك. بس هي زراعيه. نعم، مو زراعي، مو كل الزراعي. احنا اول ما اجانا القرار احنا اشتغلنا، شكلنا لجان استلام طلبات وفرز، وفاتحنا دار التصاميم، ووجدت بها بعد توصيات اخرى بهذا الموضوع. مثلا الزراعي الملك الصرف ما مشمول، الاراضي التابعه الى الوزارات انفاتح كل الوزارات توافق او ما توافق، يعني هسه منطقه الاستكشافات النفطيه وزاره النفط قالت انا ما قبلت ملكوها، جواها انبوب مال النفط. أه. مثلا المناطق الملك الصرف ملك اشخاص بس متجاوز عليها، قدموا طلبات احنا استثنيناها. اما المناطق الاخرى المشموله العقود الزراعيه كل المشمول احنا هيئناه وراح تمشي اجراءات اصوليه يعني حسب التوجيهات. توقفت تقديم الطلبات؟ توقفت؟ طبعا 1/3 يتوقف. 1/3 يعني هسه بيها مجال يقدمون باقي لي. بس باقي. معظم الناس احنا استلمنا 17000 طلب. 17000؟ نعم. وكلها اصوليه ممكن تشتغل؟ لا لا مو كل، طبعا اكو هواي مستثنات. اكو ملك صرف، ملك صرف خو ما يتملك المتجاوز. هي الحاله صارت يعني التوجيهات العليا من رئاسه الوزراء ومن معاليه من بغداد، الشخص اللي ما عنده بيت، اللي ما عنده ملك ومضطر انه يبني في تجاوز، هاي تعالج حالته. خو ما يبني له ملك صرف او عقد 25 اللي هو ملك صرف. هاي ملك الصرف الى حاله خاصه، ممكن يغير جنس العقار من زراعي الى سكني بمجموع الساكنين بها، بمجموع البانين بها، ممكن وتمشي اجراءات طبيعيه. زين. انتم كبلديه يعني هاي الكثافه السكانيه اكيد راح تضيق على كثير من الخدمات، خاصه التجاوزات. نعم. جاوز على المي، جاوز على الكهرباء، جاوز على كثير من المشاريع. نعم. وقدمتوا فد مقترحات معينه للسكن، يعني توسعه، بناء العمودي. طبعا اكيد هذا الموضوع موضوع مركزي، يعني مو موضوع بلديه. ممكن ان يعني الادارات العليا هي تقدم وتشجع، وانبنت هواي مجمعات سكنيه عموديه ببغداد، يعني هواي فرقت. وطبعا هذا حل ناجح. لانه المناطق المجمعات السكنيه العموديه تاخذ اكبر عدد من السكان وتقديم الخدمات لها اسهل. صح. اسهل، ممكن تلقى نفايات في منطقه واحده، في مكان، في تجمع واحد، اليه تروح تنهي الموضوع. نعم. يعني احنا لو نفترض في بلديه الغدير، طبعا هي مو فقط هي ما شاء الله بغداد كلها نفس الحاله. نعم. تحديدا كون حلقتنا اليوم على بلديه الغدير. نعم. الشوارع المطبات اللي بيها والحفر اللي بيها كارثيه بصراحه. نعم نعم. يعني وين دور بلديه الغدير؟ يعني هاي طبعا ارجع واقول مو فقط هي بلديه الغدير. نعم. كل البلديات وفي اقرب المناطق على منطقه الخضراء توجد هذه الحاله. صح صح. حاليا يعني صار هاي الفتره حقيقه اداره المشاريع بذلت جهود جباره بهذا الموضوع. يعني احنا حاليا بس بلديه الغدير 11 موقع جاي تشتغل به اداره المشاريع، 11 موقع ترقيع اكساء كامل. اكساء كامل، الترقيع واجب بلديتنا الترقيع، بس حقيقه الترقيع اذا الشارع كله متخسف وهذه ما يعالج الحاله. دائما احنا مستمرين بالاتصال باداره المشاريع والتنسيق وياهم. احنا حاليا لليوم 11 موقع. يمكن شفت انت شارع البلديات، شفت محله 702 704 706 716 718 العمارات السكنيه، شارع البلديات،
شارع القدس اللي هو يودي للمدينة كله مفتوح بشغل دارة مشاريع. يعني جهود جبارة حقيقة ومو بطيئة، سريعة جدا. يعني حال جذري للتخصص، حال جذري، حال جذري. نعم نعم. حاليا دارة المشاريع جاءت تشتغل قالب جانبي، يمكن إذا تروح حسة يعني أو باكر تشوف مفتوح شغل كلش قوي دائرة بلديتنا إحنا، بس إحنا. أنا باقي الدوار ما أعرف، بس إحنا شغل قوي جدا بالنسبة لدائرة المشاريع وسريع. هسه جاي يشتغلون قالب جانبي. هسه قبل شوية يمكن ذكرنا على توسيعة الشوارع، أي جاي يوسعون الشوارع ويضيفون قالب جانبي. من تكمل هاي المرحلة، تكمل مرحلة الجزرات، يبقى الشارع تعالج موضوع المشبكات مال الأمطار، يبدي الشارع يكسونه من جديد. نعم. يعني هسه احد الاخوان يقول اكو شارع وين مع مكب سنفايات اللي على القناه، نعم، مغلق، تم غلقه. احنا غلق. هذا سبب ازمه حقيقيه. تمام بالسيارة. تمام تمام. هذا مشروع حاليا احنا جاي نسوي مشروع سحب مياه مجاري من منطقه 734 اللي هي مقابل اليو ان الى محطه حمورابي على القناه لغرض نصب محطه طوارئ، لانه كل سنه هاي المنطقه تفيض. هذا السؤال الموجود، كل سنه هاي المنطقه تفيض. هذا الناس باعت بيوتها. صح، احنا عالجناه هذا الموضوع. اذا يكمل ماكو بعد مي متفيض. شو يكمل؟ يعني ما يتجاوز جوز شهر، شهر وشويه يعني. هذا راح يبقى قطع. لا 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 لا، احنا كل ما ندفن نفتح. هسه احنا مو انت تلاحظت اليوم، يمكن انت ابن المنطقه فضحت انت. ايش تسوي؟ لا مو انت معلوماتك دقيقه يعني. لا لا مو هاي مأساة يعني. نعم. انت الزحام اللي يصير، نعم، من منطقه الالعاب، صح صح، الى نزلة البلديات باليوان، الزخم غير طبيعي. تمام وهذا تمام. تعرف انت دوام يعني، انت ذاك اليوم مطرت الدنيا وشفت مناطق تجمع برقت. هذا السبب. احنا هذا المشروع استراتيجي بعد، راح نعالج هاي الحاله على مود الناس تعبت يعني. كل سنه نستمر يتاخر يوم كامل او يوم ونص، يلا ننشف المنطقه. تعرف يا من تنشف تبقى طيانه هم يوم او يومين، فكل مطره هي ثلاث اربع ايام هم حرام يعني. فتوجيهات من جهه العليا اشتغلنا هذا الموضوع، وان شاء الله اذا كملت انت هاي الحاله تماما. زين تقدرون مثلا تفتحون في ممر معين؟ هذا هذا الغلق ما راح يطول اسبوع، اقل اسبوع. اقل اسبوع الغلق هو بدا من الزياره. نعم احنا استغلينا فتره الزياره. صحيح. انه الزخم المروري قليل، اشتغلنا 25 رجب بالضبط. بالضبط اشتغلنا خلال فتره الزياره كلها، اشتغلنا وغلقنا ومشينا الامور. ما باقي لنا 3 4 ايام او يعني بزايد اسبوع نفتح الفلكه تماما، تكمل تكمل. ويمكن اتوقع اكو توسع للفلكه. لا لا لا، بس هذا من هذا المعمل. هذا المعمل نسقنا ويا دائرة المرور، النزلة كانت أساسا ازدحام، احنا وسعناها. هو هذا قصدي. نعم وسعناها. وسعت. هسه ان شاء الله اذا كملت هذه العملية حتى الانسيابية تصير احسن واسرع. تمام. بما انه استاذ عبد الامير راح تحدثنا عن هذه المنطقة بالذات وهذا السايد. نعم. الاهالي تشكو من حرق النفايات في معمل كبس النفايات. هذا الموجود. نعم. في منطقة سكنية. نعم. ومساء يتم حرق النفايات، هاي كارثة. نعم. بيئية. نعم. حقيقية. تمام لأهالي. كلامك صحيح. شلون تعالج؟ نعم هذه اكو مكبس نموذجي تابع لدائرة بلدية الرصافة، واكو محطات تحويلية. هاي حقيقة المحطات التحويلية احنا مجبورين يعني نستخدمها الى ان نلقى لها بديل. اكو دراسات واكو جهود لتغيير مواقع كبس النفايات. هي يفترض انه زميل عيساوي. تمام تمام. احد اهم الاسباب اللي خلتنا ما نقدر نطلعها انه بعد ماكو بقت مكانات فارغه باطراف بغداد. يعني ممكن انت اذا تطلع تخليها، خلينا نقول اطراف بغداد، تعرف اطراف بغداد صار بعد ماكو، ما حصلنا مكانات نقدر للمحطات التحويليه. محطه تحويليه وين ما نروح نلقى مجمعات سكنيه وناس، فصارت المسافه بعيده. هاي المحطه التحويليه هي شنو دورها؟ انه انت تطلع الاليات الصبح، تطلع الاليات الصبح تلم خامه راسا، الاليه البسيطه الكيه تروح للنباعي بالطمر النهائي. لازم منطقه تجمع نفايات، تجمع النفايات وتنقل بقلابات. هذه صايره حقيقه. جهات العليا مستمره بدراسه على هذا الموضوع ومشكله لجان بي على مود تختار منطقه، تختار مساحه
كمحطه تحويليه للدوار. نعم. بس ماذا نشوفها تحويليه؟ نشوف حرق النفايات. هي المحطه هي مكان تجمع نفايات. النفايات اساسا من تجمع تصير حاره جدا قابله للاشتعال، فاي اي يعني شراره او نار تشتعل تشتعل. هذا احنا ما نخليها تشتعل يعني حقيقه، احنا نطفيها اول باول. اي بدايه شراره حرق يعالج. جيد. نعم. حملات التنظيف يعني تستخدمون شركات خاصه؟ ما عندنا شركات، احنا نشتغل حسب ايراداتنا. البلديه يعني صرف ذاتي عندها، تمويل ذاتي. تمويل ذاتي. تمويل ذاتي. فالشركات تحتاج مبالغ ضخمه، احنا نستخدم الياتنا ونستخدم عمالنا ونسوي حملات. يعني قبل شهر معالي امين بغداد وجه حمله كبيره بمنطقه العبيدي. يعني بذلنا جهود بها. ممتاز. حقيقه. نعم. عندك معلومه حول مبادره رئيس الوزراء بخصوص هاي الحمله؟ راح يكون في بغداد. نعم. فتح مشاريع على شكل 4 مراحل. نعم. عندك هيك معلومه عنها؟ انتم من الغدير شو راح تاخذون منها؟ بالنسبه للمشاريع المركزيه اكو دوائر مركزيه راح تقوم بها، اداره المجاري، اداره المشاريع. دولة رئيس الوزراء مؤكد يعني ومشدد على قضية المشاريع الاستراتيجية. كدائرة بلدية احنا دائرة مستفيدة. وضحت لك بالبداية. واضح. دائرة صيانة وإدامة. احنا راح أو المشاريع راح يبلط، احنا نديم الشارع. أبو المتنزهات راح يشارك بإنشاء متنزه، احنا نخصص صيانة ونصين هذا المتنزه. أبو المي يمد أنبوب، احنا نعالج الطفوحات ونعالج الكسورات ونعالج هاي الامور. ممكن اكو تخسف يصير، احنا نعالج التخسف. الدائره البلديه هي دائره صيانه وليس دائره استراتيجيه تقوم باكساء مساحات واسعه من من الشوارع الرئيسيه او انشاء خطوط مجاري ضخمه. هذا الموضوع. ممتاز. نعم. عندنا سؤال، عفوا صاحب المقاطعه، الجهد الخدمي الهندسي الحكومي. انت كمهندس اقدم ومعاه مدير بلديه، تشوف اكو تقاطع بالصلاحيات بعملكم؟ تحسون هذا الجهد الخدمي متجاوز صلاحيته على كمديريات البلديه، ام تشوفون هذا الفكره وهذا الجهد هو عمل تكاملي؟ حقيقه احنا اي جهد يجينا اضافه الى جهدنا هو يفيدنا. احنا مو بسهوله انه نقدم هالخدمات، هاي خدمات مو سهله، لكن احنا مرات تجينا شغلات فوق طاقتنا. الجهد الهندسي 100% يفرق، 100% يخدمنا. يعني مرات انت ملاحظ اكو مرات اكداس من النفايات كبيره تفوق طاقتنا. يعني انا عندي 33 قلاب ناشرها بكل القاطع، من يجيني كدس يريد له مثلا 300 400 شحنه، انا ما اقدر افرق قلاباتي، بس من يجيني جهد خارجي ويعاونني انا اكون ممنون 100%. والشغله الثانيه هو جهد حكومي سواء احنا او هو، تمام، يتكامل. احنا حتى نرحب باي جهد اخر، مرات يجينا الحج الشعبي يساعدنا، مرات يجينا اليات محافظه بتعاون بينكم 100%. الدوائر الخدميه تكيف يجيها اي جهد. صح. يخدمها لانه يساعدها، دائره مستفيده. دائره مستفيده. تمام. نعم. اكو مناطق شملت بالجهد الخدمي لو بعدكم ما الجهد الهندسي؟ اي جهد، هو جهد الخدمي الهندسي الحكومي. نعم. المناطق الطرفانيه يعني انشملت. نعم. بلشوا بيها؟ لا لحد الان، بس هي مشموله. انا راح حددوا اماكن معينه، اعتقد منطقه الشماعيه هاي المناطق اللي ما مخدومه يعني. اها. نعم. صار لقاء وياهم؟ جلسه؟ لحد الان لا. لحد الان. نعم. جميل. نجي على موضوع جدا مهم دائما المواطن البغدادي يتحدث به. نعم. يقول لك هي الحكومه تجي وتاخذ منا جبايات. أيه. اللي يريد يبني ياخذ جبايه، اللي يريد يبيع بيته ياخذ من الجبايه، واللي يريد يشتري بيته ما ياخذ من الجبايه. نعم. هاي الفلوس كلها تروح لمن؟ للدوله. نعم. واحنا ماكو خدمات. نعم. لهذا السبب بعض الناس لو ما مضطر يبيع بيت او يشتري بيت. نعم. ما يدفع اجور المي ولا الكهرباء ولا حتى الكهرباء. نعم. يعني شلون تقدر تفهم المواطن على هذا الموضوع؟ اولا قضيه الجبايه هاي قضيه مو احنا، مو بس بالعراق، كل العالم. المواطن يدفع اجور خدمات بس مقابل مقدمي له خدمات. نعم نعم نعم. القضيه الاخرى، الدائره البلديه دائره تمويل ذاتي،
يعني اذا ما نستحصل جبايه او نستحصل من عمليات المعاملات العقاريه احنا ما نقدر نقدم اي خدمه. فانا اذا اقول لك بالارقام كمية الأطنان اللي نشيلها ونحولها لمحطة تحويلية ونقدم خدمات زراعة وخدمات مي وخدمات مجاري، أنت ممكن بالحديث هذا ما تستوعبها، لكن إذا أشوفك الأرقام وأشوفك الشغلات منجز اللي تشتغلها تحتاج إلى يعني مبالغ ضخمة. وكثير من الأحيان إحنا الإيرادات مالتنا ما تكفي أن ننفذ خططنا الشهرية. كثير من الأحيان ميزانيتكم إيش قد؟ ما يتكون ميزان الدولة؟ لا لا، تمويل ذاتي حسب ماكو ميزان الدولة. انت تمول نفسك انت اذا جبايتنا قليله، يعني هسه احنا صارت عندنا ازمه بكورونا، اي فتره كورونا تمام، الجبايه منعت، ممنوع تاخذ جبايه، ومعاملات عقاريه قلت بشكل كبير وما يجون لان تمام. انت لان عندك عطله، معظم المشاريع توقفت، الخدمات ثلاث اربع توقفت، اقتصرت على شيء بسيط جدا، يعني على مود انه لا تخلي المواطن ادامه ادامه يعني ادامه فقط. نعم زين، انا هسه اريد ابني بيت، شو راح تاخذ من انت كبلديه تبني بيت؟ لازم تقدم تحصل اجازه بناء. خذ جبت لك سنه 25، هذا هو، اذا انت ما عندك مخالفه ما ياخذون منك ولا. شو قصدك بالمخالفه؟ يعني انت محول عقارك الى عقارين او مغير الجنس من سكني الى تجاري. حتى انا افهم، حتى الناس تفهم شنو عقارين. يعني انت بيتك المسموح لك انه تاخذ اجازه ب 200 متر 200 متر واجهه 8، انت جايب 100، هاي مخالفه. هو بيت 100؟ لا مو 100، هو الشيء الصحيح انه بيتك 200، انت كلفت الدوله مجاري اضافيه، مي اضافي، هواي امور اضافيه، يعني هسه ما رفع نفايات اضافي. بلديات ماكو بيت مساحته 200 100؟ لا، اكو مخالفه تمشي معاملته بس يدفع مخالفه باعتبار انه انت مخالف. يعني بالتصميم الاساس، التصميم الاساس 200 القديم، اكو بيوت قديمه يعني بالسبعينات اجت 100 و160، لكن بالثمانينات انقرت قوانين ممنوع بيت ينبني اقل من 200 متر. اها طبعا، على هذا الاساس، على هذا الاساس انت مخالف. المخالفه معظم المواطن ما يعرف المخالفه مالته، مخالفه واي. اولا انا محول عقاري لعقارين او ثلاث عقارات، 50 متر 60 متر 70 متر، بالاضافه الى العقار ماله فاتح بيه محلات تجاريه، مخالفه. العقار مباني بيه اربع طوابق، هو المفروض ثلاث طوابق او طابقين، مسوي اربع طوابق، مخالفه. هاي كل المخالفات تنجمع عليه بموجب استماره منمطه، مو بكيفنا. زين هسه انا اريد ابني بيتي اربع طوابق، شو المشكله؟ بيت هو سكن مالتي يعني. لا، التعليمات تقول ثلاث طوابق مع البالكونه. طبعا طبعا، فانت مخالفه، هاي كلها مخالفات. زين ايش قد راح تاخذ مني مخالفه اذا اني باني 100 متر وبس ملك 25؟ هاي اجتي استماره منمطه من ديوان الامانه. تنزل بها داتا كمبيوتر، تنزل بها داتا، تنزل بها عرض الشارع، تنزل بها واجهة البيت، تنزل بها مساحة البيت، تنزل بها العقار، المخالفات مالته كلها تنزل. انت محول من سكن الى تجاري، انت باني باجازة اصلا لو بدون اجازة، باني كم طابق، عدد الوحدات السكنية، كلها تنزل المعلومات فيها. هي تطلع لك ناتج، مو انت تحسب، هي تطلع لك ناتج تقول لك هذا غرامته هلقد 2 مليون، 3 ملايين، 2.5 بالنينية، بالدينار. من له الحق بخصم المبلغ التجاوز؟ قصدك مبلغ المخالفة؟ المخالفة عفوا. ايه، بالنسبة لكلفة الأضرار اللي استمارة المنمطة ما حد له حق، ما له حق. ايه، بس اكو غرامات أخرى اللي هي رفع الأنقاض من الشارع. هذا بسألك بها مثلا، السيد المدير العام من حقه يخفض حسب الحالة اللي موجودة. جيد، هسه عفنا من التخفيض، نشوف احنا دائما بالفروع، شوف الطابوق، شوف الرمل، نعم، شوف الحصو، نعم، يجي يسد لك الفرع يعني مات يعني. نعم نعم. زين انا كمواطن، خب هذا جاز على حق، نعم صح ولا لا؟ اي، الدوله ما تشوفها تبقى اسبوع اسبوعين ما حد يسلم، هاي شو راح يعطي فلوس يعني مثلا؟ لا، ما يعني ما نحكي على رشوه، على ما يعطي فلوس، يعطي غرامه ويبقى يعني شو. اذا البلديه شافته انه تاخر بهذا الموضوع تحاسبه، تجدد له فتره معينه حسب، اذا كان هو ساد شارع مستعيل يسد الشارع اكثر من يوم او يومين. شارع ما، اذا خاصه اذا جت عليه شكوى بنفس اللحظه نعالجه،
نفس اللحظه، لان عليه غرامه ايراد للدائره. وانتم بتكيفون عليه؟ اي طبعا. اي طبعا، ايراد للدائره هاي مليونين حسب قرار 296 على هاي الغرامه؟ طبعا، ومرات قانون 67 5 ملايين، من مليونين الى 5 اذا احنا رفعنا، مرات احنا نرفع الطابوق، بس انتم ما متبين على هالحاله. لا احنا نرفع الطابوق ونوديه للكساره وتكسره ومشاكل. وتاخذون فلوس السياره؟ طبعا. حقيقه انت هسه ذكرت هواي امور، لكن ما ذكرت المعاناه ويا المواطن. المواطن ترى معاناه كبيره، يعني مو سهل انه هو المواطن يدفع جبايه ويدفع غرامه، مو سهل ابدا. احيانا شخص واحد يعني يظل يطلع روحك، يطلع روحك، يعني تشرح له الحاله، تشرح له يابا كل فتره اضرار، يابا كذا، ما يعرفك الى ان يمللك يعني، ويروح الى جهات اخرى الى ان يعني يطول. هذا مواطن واحد. فكيف انت عندك حوالي 300 معامله عقاريه بالشهر؟ بالشهر 300 معامله؟ طبعا، مرات اكثر مرات اقل بالحدود. شوف يعني اكو عمليه تنامي بالبناء داخل بغداد. هاي مشكله، هاي مشكله مال الكثافه السكانيه بنفس الرقعه الجغرافيه جاي تزيد، مشكله. هاي التقسيم طبعا، هذا يقسم، هذا احنا مجتمعنا ريفي. يعني بالطول بالعرض مو مجتمع ريفي، يعني الولد لازم يتزوج لو يمه لو بيت اهله لو بصف اهله. فتطورت الناس تقول لك هذا يعني لازم نعزله، فقام الاب شو يسوي؟ يقسم بيته، يعطيه لابنه. ابنه مو شويه صار عنده امكانيه يبيع الجزء. اها. اي تكاثرت البيوت، من ال 200 صار 3 بيوت، صار 4 بيوت، زادت. يعني شلون راح ياخذ اجازه بناء اذا هو عنده مقسم البيت هالشكل؟ ما ياخذ اجازه، ماكو، مو اجازه. ماكو اجازه. ماكو اجازه بناء. الا ب الا 200 واجهه 8. ولا الجزء الثاني من القطعه ايضا 200 واجهه 8. يعني انت مو 300 ال 200 يطلع بها اجازه وال 100 ما يطلع بها. لازم 400 تكون. 400. نعم. ولو هو مو اختصاصكم بس اكيد يكون معرفه بها. القرض العقاري. نعم. شلون راح ياخذ على اساس؟ ياخذ الا سنده واحده، الا 200 ومضبوط، او هو ممكن 200 باثنين. موافقه الشريك الاخر. موافقه الشريك الاخر. ممكن يستلم عقاري اذا هي قاع وما بها مخالف احنا نعطيه، بس اذا بها مخالفه ما نعطيه. بعد شو عندكم جبايات؟ رسوم مهنه، رسوم اعلان. شنو هذا رسوم مهنه؟ يعني المحلات التجاريه. حداد مثلا. حداد عنده رسوم مهنه. شنو تاخذون من عنده بالشهر؟ حسب محل الحداده، محل، محلين. اها. طبعا. المحلات المتجاوزه من البيوت شو تسوي لها؟ المتجاوزه البيوت السكنيه؟ اي سكنيه. يعني الناس الفقراء هذا اللي شيء بسيط وهذا؟ لا مثلا هو بيت وطلع له محل مال سوبر ماركت ضخم سواه. طبعا هاي اول شيء ما نسمح له اذا احنا شفناه جاي يبني، مستحيل. بنوا كامل، بنوا كامل وجاهز، ياخذون منه صار واقع حال. اي ياخذون منه مخالفه، ياخذون منه غرامه، ياخذون منه جبايه، كل يعني يظلوا يستمرون كل سنه. كل سنه. كل سنه. ايش قد المبلغ يوصل؟ حسب عدد الوحدات. الوحدات؟ اي يعني اكو 600، اكو 800، اكو 1,200,000 وهكذا. الشركه تتصرف تختلف، كل فعاليه محدديها طبعا من الديوان. هاي جايه جيد. نعم. هناك التجاوزات على يعني الماء والانابيب المجاري وكذا. نعم. شلون تتلافوها؟ خاصه حقيقه صراحه الاخوان في العشوائيات يعني. نعم نعم. بدوا يتجاوزون على المناطق الرئيسه. اي هسه هم قابلين؟ متجاوزين وقابلين؟ هم قابلين. ها والله يجون، يريدون ربطات، ويريدون خدمات، ويريدون انه ليش غرق. يعني هسه ابسط شيء، ما نريد احنا نقول المناطق الفلانيه والفلانيه، منطقه رسميه وبصفها منطقه عشوائيه. هذول المنطقه العشوائيه رابطين مجاريهم على المنطقه الرسميه، هذول يغرقون ما تلحق المجاري، لان المنطقه العشوائيه صارت سكانها اكثر من الرسمي. صحيح. فهذول الرسمي يغرقون، يجون يشتكون، يابا احنا خلصونا. زين هاي منطقه ساكنين بها ناس، ما من حقنا نشيل، احنا بيت ساكنين بعائله تحت سقف. تحت سقف. انت تدري هاي المعلومه عندك. هاي قاعد سودا. هاي زين، هاي صارت قبل الانتخابات. يا انت بعيد عن، انت موظف حكومي. نعم. هذا خلينا نتحمله. نعم. وين ما تصير انتخابات كل واحد يريد يرشح، قالوا اللي تحت سقف ممنوع، وهم طبعا كانوا السبب الرئيس بتوسعه العشوائيات. نعم. باضرار بالمصلحه العامه. وبعد الانتخابات يروح باتجاه من؟ قالوا هذول المتجاوزين لازم نشيلهم، نفس اللي صعدوا
على كرسي الحكم يرجع يقول هذول لازم المتجاوزين. شو انت غير تخلي بديل لهذا المتجاوز حتى تقدر تشيله لو هم ماتين تطلعهم بضبغاراتهم برا؟ عفوا استكمل الحديث. نعم، فاحنا حقيقة عندنا قسم المي ماكو نضح او كسر اذا ما يعالج. احنا خاصة بلدية الغدير قسم المي نشط عندنا جدا، يعني عندنا شرق القناة وغرب القناة، هنا شعبة وهنا شعبة، اي كسر يصير لان هذا هدر صح، سواء كان عشوائي او مو عشوائي هدر صح يعالج. يعني اذا تلاحظ منطقة الغدير نادر ما يصير بها كسر مي، يعالج مباشرة بنفس اليوم. عندنا يعني عتب على بلدية الغدير. نعم. مشروع القناة. نعم. وإدامته. نعم. بطيئة بلدية الغدير بالجانب اللي همهم. والحتام بعده ما كامل يعني غير يستكمل. تروح بلدية الشعب تشوف أكو حيوية بصراحة. تشوف أكو يعني أصبحت المنطقة خضراء، حتى بلدية الصدر أصبحت المنطقة خضراء. نعم. لكن بلدية الغدير شنو السبب؟ آليات؟ لا إحنا عندنا أكبر مساحة. أكبر مساحة، والشركة اللي عافت المشروع ما عافت أي بنى تحتية، ما عافت أي بنى تحتية قاطعنا. إحنا عندنا 10 كيلومترات يمكن صح. بلدية الشعب يجوز 5، جزء منها على العظمية وجزء منها على الشعب، مدية الصدر جزء منها عليا وجزء منها على الرصافة. نعم. إحنا الوحيدين عندنا جزئين بعشر كيلومترات. أنتم الجهتين علينا. وبالإضافة ما لقينا أي بنى تحتية عافت لنا الشركة. بعض الدوائر عافت لهم، بعض الدوار كهرباء والماء يعني قسم من الدوار، اما احنا ما عندنا. فبدينا احنا من الصفر، بالعكس من جوا الصفر. احنا من جوا الصفر بدينا، وهسه الموضوع مكتمل وماشي الامور يعني بشكل جيد يعني الحمد. بس يحتاج الى ناس. طبعا مو هي المشكله ايش فين، الادامه يحتاج لها عمال. احنا العمال عندنا قليلين جدا، يعني عزيز العامل عزيز انه بس صاروا ملاك. الملاك كله من حوله ملاك، 3-4 طلعوا عندهم شهادات زين. هذا شهاده يشتغل فلاح؟ لا. يقول لك انا خريج دار اقتصاد، انا خريج هندسه حاسبات، انا خريج قانون، انا ما اقدر اشتغل فلاح. صح. هاي مشاكل، ظهرت مشاكل عندنا، ظهرت مشاكل بالاضافه الى قله الراتب مالته وهاي امور. يعني حتى ما نغبن او نبخس حقهم قضيه زياره الشعب الرجبيه. نعم. امانه يعني. نعم. يوم 25 رجب. نعم. وهذه زياره ضخمه يعني. نعم. تجي بالملايين الناس تزور. صح خاصة قاطعنا، قاطعكم. نعم قاطعكم اللي هو عليه جهتين طبعا، اللي تجي به من المعامل، من المعامل ومن هروان. ها باتجاهكم. صح. وايضا اللي تجي من بسمايه، ما بسمايه كلهم ايضا كلهم. صح. فالعدد ضخم بصراحه. صح. وانتم ملتقى جهتين. نعم. كيف كانت اعمالكم بصراحه وهذا الضغط عليكم؟ نعم، احنا عدينا خطه دقيقه، نزلنا قسمنا القاطع مال الزيارة إلى 9 مقاطع. كل مقطع نزلنا به كابسة وكية وعمال. هذولي اشتغلوا على طيلة فترة الزيارة، الأفراز كان جدا مهول، جدا مخيف. استمرت هاي الحالة 4-5 أيام زيارة شدتها، لأن يعني بدأت خفيفة. ويوم الجمعة يمكن انتهت هي يوم الجمعة. احنا الجمعة احنا بدينا سوينا حملات مكثفة، يعني لو من خلصت الزياره من تشوف القاطع يعني تتفاجئ من كثره النفايات، وخاصه الشيء القليل، لانه يعني العامل كل ما زيدت له نقاط يتعب اكثر. يتعب اكثر. زين انت اذا ذابن بالجزر الوسطيه بين الثيل صعب. احنا احنا يوما ننظف ورا الزياره، يوما ننظف وما لحقنا. احنا كل زياره هيك نعاني، بس احنا نقسم قاطعنا. يعني حتى خطيه بعض العمال يتطوع يقول لك هاي زياره وشعيره دينيه واني اتطوع. هو خطيه ملاك، شنو جبريته يبقى لليل والجمعه يداوم والسبت يداوم؟ بس يتطوعون كثير من الناس، حتى مدراء اقسام قسم يتطوعون. احنا كنا بتواجدين شرف يعني يعتبروها يعني خدمه للأيمة. شلون كانت المواكب، اصحاب المواكب التعاون وياكم؟ احنا كل سنه نتفق وياهم، احنا قمنا نعرفهم صاروا اصدقائنا حقيقة، نعرفهم، نخليها محاوية، نطي شياس، نوصي يا معوذ بهنانة دخيل الله. بس هو شنو ما يصير الموكب، ترى مو هو مسيطر، الناس المشاية ياخذ من عنده. صح. يذب بالشارع، ياخذ من عنده يذب بالشارع. احنا المواطن ما نقدر له بصراحة، يعني ما نقدر نوعي كل واحد. نوعي ابو الموكب سيطرنا عليه،
قام يشيل يرتب الموكب مالته، شفنا هوايه صح، قام يرتب يعني عندنا بس المواطن صعب. بس امانه يعني خلال مسيري باتجاه الكاظميه لاحظت هاي الثقافه بدات تنتشر، كرتونات فارغه نعم والمواطن اشوف كثير من الزوار يروح باتجاه الكرتونه يذب النفايات، واصحاب المواكب دائما ما ينظفون المنطقه، يعني هم المواكب تبدا سلسله بشريه باتجاه الامام موسى الكاظم عليه السلام، فبالتالي عمليه التنظيف شويه تكون صح، انتم النقل على كاهلكم ثقيل، لكن الادامه تشوف دائما اهل المواكب هم مجهزينكم كل شيء. كلامك صحيح، سنه عن سنه انا جاي اشوف، احنا صار لنا فتره طويله صح، سنه عن سنه تفرق. يعني ثقافه جمع النفايات جاي يصير عندهم، مو احنا قلت لك تعرفنا عليهم قمنا نعرفهم صح، فحتى مدير الهيئه للمواكب وبالمناسبه عندنا تنسيق قوي مع القوات الامنيه ممتاز. انت لاحظت هالسنه يعني ماكو اي قطع صار؟ اي فعلا اي قطع ما صار، هذا ليش؟ هذا تعاوننا ويا القوات الامنيه، يقدمون لنا خدمات كبيره، احنا كل سنه نحير الكابسه شلون نطببها، الكي شلون نطببها. هالسنه عقدنا اجتماع مشترك، اجتماع اخذنا ارقام بعض، صار جروب عندنا ويا القوات الامنيه، فقدموا لنا خدمات وما سدوا اي شارع، بالاضافه احنا تواكبنا وياهم انه النظافه صارت مستمره وقمنا نرجع بالناس، صارت ثقافه يعني ممتاز. ثقافه يعني صار نعم. طبعا زميل مخرج يشير يقول لي بانه وقت البرنامج نفذ كان حوار سلس واجابات مهمه نحتاجها احنا كمواطن، و يعني لابد ان يكون هناك استمراريه فعلا مع الاعلام. نعم يعني اثناء حديثك في البدايه تحدثت بانه الاعلام لابد ان ياخذ دور نعم فعلا نعم نعم نعم. ما يعني ما هي رسالتك الاخيره؟ حقيقه انا اريد شغلتين، يعني اتمنى المواطن يستوعب انه الاداره البلديه جاي تتعب، جاي تقدم خدمه مو سهله، صعبه، يعني انت جاي تخدم، جاي تشيل نفايات، مرات انا من اروح لبعض المواطنين اقول له يابا انا خادم لك، انا جاي اشيل نفاياتك ساعدني، يعني لا يذب النفايات مناطق عشوائيه، ممكن يجمعها بمكان واحد، احنا اسهل لنا بهواي، يفرق لنا. هاي القضيه، القضيه الثانيه اصحاب السيارات والناس الشباب اللي يطلعون بالحدائق، اترجاهم العلاقه ترى اقل الربع صح، اقل الربع، العامل من يجي يشيل علاقه متروسه يختلف انه مطشره صح، مطشره يعني واصحاب السيارات يجي يذب يعني احتراماتي يكمل كيس الشيبس يذبه من الجامعه، جيجاره القطف يذبه، تدري القطف ايش قد يعاني من صح صحيح، انت تذبها بسهوله. اصحاب غسل السيارات شو تقول لهم رسالتك بالشوارع؟ حقيقة السيارة يا أخي دب زبالتك بجيس، لا بس السيارات اللي بالشوارع، بس السيارات غرامات مليونين غرامة، اللي يغسل بالسيارة يغسل سيارته بالشارع العام مثلا كثير، يومية يجونا يومية متفاجئين، حتى مرات رتب عسكرية متفاجئ يقول لك أنا أنت غاسل سيارتك تتحمل أنا كمواطن من أغسل سيارتي؟ كمواطن تغسل سيارتك بشارع عام، غرامتك حسب قرار 200 زين، وين يغسلون بالشارع؟ الغرامة على السيارة مصادر، احنا عدة حملات، هذول مو نفسهم، دائما تلقاهم متغيرين، ناخذ قاعد غير من هذي هذا بالسيارة؟ طبعا هو السيارة هو المذنب قطعة شكبرها يعني 2 × 3 تتعرض للمساءلة القانونية وغرامة قدرها مليونين، هو يجي يغسل اللي يغسل يصعد على الرصيف، اللي يذب انقاض 5 ملايين ترى، اللي يذب انقاض احنا غرمنا، تفاجأ واكو واحد الغرامه اغلى من سيارته، تفاجأ. نعم. احسنتم الاستاذ رئيس مهندسين اقدم الاستاذ عبد الامير فرج ماض معاون مدير بلديه غدير، شكرا لك مره اخرى. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقه تقبل تحيات كادر البرنامج، انا معدوم مقدم البرنامج حازم الحرب، التقيكم باذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعه 9 مساء، في امان الله.